وللوقوف على سير حملة التلقيح الوطنية خصوصا مع بلوغ عدد المطعمين مليون بالجرعة الثالثة مليون ونصف المليون، ينضم إلينا الدكتور طيب حمدي الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية. مساء الخير دكتور حمدي. مساء النور. الرهان الآن كما يقول يعني المسؤولون هو تسريع عملية التلقيح لبلوغ نسبة 80% من الساكنة وتحقيق المناعة الجماعية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. بالوتيرة الحالية نحن في الاتجاه الصحيح؟ كنظن احنا غادي في الاتجاه الصحيح، واليوم يعني كانت الحملة الوطنية التلقيح قبل أسابيع كانت فيها واحد تباطؤ، اليوم اختت كذلك الأسبوعين الأخيرين خدت واحد سرعة جديدة، واحد منحنى جديد مهم جدا، لا من حيث الناس اللي كياخذوا الجرعة الأولى اللي كانوا تأخروا، ولا اللي تأخروا على الجرعة الثانية ديالهم، وحتى بالنسبة للناس اللي كياخذوا الجرعة الثالثة خصنا نعرفوا نذكروا بأنه الناس اللي كياخذوا الجرعة الثالثة ماشي فقط هو هدف ديال المناعة الجماعية، ولكن هي ديال الحماية الفردية والحماية الجماعية، لأن هاد الناس هادو اللي كنتكلموا على الناس اللي عندهم السن كبير أو اللي عندهم أمراض مزمنة ولا عندهم مشاكل في المناعة كيكونوا عندهم جوج جرعات مع الأسف ما كتكونش حامية جدا وكتنقص كتضعف مع الوقت مع 6 شهور، ملي كياخذوا جرعة ثالثة كيزيدوا يتقووا، فإذا هاد الوتيرة اللي غادي بها غادي كتقربنا للحماية الجماعية، كتقربنا لحماية كل فرد باش يمكن لنا نتحروا من القيود على الأقل القيود الجماعية ديال كورونا. ولكن من ناحية الطبية دكتور الحمدي نعرف أن مصطلح المناعة الجماعية تغير، ما الذي يعنيه اليوم؟ هل وصولنا إلى 80% من التلقيحات يعني أننا وصلنا إلى مناعة جماعية؟ المصطلح ديال المناعة الجماعية تغير لأنه مع المتحور دلتا للأسف عنده سرعة كثيرة جدا، بدل ما كنا غنوصل مناعة جماعية 60-70% أصبحنا 80% فما فوق، هذه النقطة الأولى. الحاجة الثانية المتحور دلتا كي يقيس الناس حتى اللي كانوا خداوا الجرعة الأولى والثانية ولو أقل من غير ملقاحين، ولو أنه ما كيتسببش في الإنعاش وفي حالة الوفاية عند الناس اللي هما ملقاحين، ولكن مع ذلك دلتا كيصيب. فإذا ولهذا أنا تكلمت على الحماية الجماعية، الفرق بين الحماية الجماعية والمناعة الجماعية هو ملي كتكون عندنا مناعة جماعية إلى عندنا 80% أو 85% ديال المجتمع ملقحة، هذوك 15% الباقين اللي ما تلقحوش لسبب من الأسباب كيكونوا كيكون عندهم حماية من خلال هذاك المناعي اللي كتشكلوا الفئة الملقحة. مع دلتا الحماية الجماعية كيخص كل مواطن يكون ملقح إلا ما كتكونش عنده الحماية. طيب دكتور كيف تنظر إلى النقاش الحاصل الآن بشأن قانونية فرض جواز التلقيح من وجهة النظر الصحية تماما؟ بالضبط، يعني أنا غادي نتناول من وجهة النظر الصحية الجواز التلقيح، وحنا كنا تكلمنا من قبل هذا الإجراء ومن عدة أشهر قبل هذا الإجراء لأنه جواز التلقيح هو واحد الوسيلة، بحال اللي عندنا الكمامات، بحال اللي عندنا منع السفر، بحال اللي عندنا اللقاح، بحال اللي عندنا البي سي ار، بحال اللي عندنا الحجر الصحي، عندنا واحد الوسيلة إبيديميولوجية طبية اللي هي جواز اللقاح اللي كتساهم في التسريع ديال القضاء على الفيروس، كتحاصر الفيروس، كتحمي المواطنين، يعني من الضروري أن نستعملوها، يكون من الخطأ ما نستعملوهاش. دابا واش الظروف ديال الاستعمال ديالها وإلى أي حد، هذه كلها كتبقى مرتبطة، ما خصنا يعني هذا نقطة مهمة جدا. راه جواز اللقاح يختلف من دولة إلى أخرى، الدولة اللي عندها القدرة أنها تدير لتست مليون في النهار ماشي الدولة اللي كدير 10,000 ولا 2,000 تست في النهار، الدولة اللي عندها أكثر من إنعاش موجودة لاستقبال الناس ماشي الدولة اللي أقسم عندها منظومة صحية. طيب. يعني والدولة كذلك اللي فيها المواطنين كيحترموا الإجراءات الاحترازية بشكل كبير ماشي الدولة أخرى. فإذا جواز اللقاح كيختلف الاستعمال ديالو من دولة أخرى على حسب عدة شروط وليس فقط الحالة الوبائية. شكرا لك دكتور طيب حمدي الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية على هذه المشاركة.